بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة نظمت وزارة الاقتصاد والمالية يوم لتكريم نساء الوزارة. كانت فرصة باش نحييو العمل اللي كتقوم به الموظفات ديال هذه الوزارة والمجهودات اللي قامت بهم خصوصا في هذه السنتين الأخيرتين في الظرفية اللي عرفناها، وكذلك نذكروا بكل المشاريع اللي كتقوم بها الوزارة باش تعطي الفرص للنساء وتنصف النساء في مجالات التوظيف بشكل عام، وكذلك فيما يخص المسؤولية داخل الوزارة. فلاحظنا مجهودات كبيرة لتعملات ووصلنا لنسب لا بأس بها، ولكن ما زال خاصنا نعملوا باش نصفوا النساء اللي عندهم مهارات عندهم كفاءات للكل كيعترف به، والوزارة حرصة بأنها تكمل هذا العمل وتعطي واحد الأهمية أكثر فيما يخص الموقع ديال النساء في الوزارة بصفة خاصة وبشكل عام في المجتمع الوطني. تنساوش تابوناو أو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.